مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل محبيني وكل متابعيني. النعناع، النعناع يا جمال النعناع وريحة النعناع، زي ما بيقولوا يا بتاع النعناع يا النعنع، أهو ده النعناع. أنا هعمل فيه إيه؟ أنا بجففه في الفرن. إزاي؟ بجيبه وأغسله وينشف وأقطفه زي الملوخية بالظبط، بس ما بخليش فيه عرق خالص، مفيش اي حاجة منه. لو ما الاقي عرق كده بروح شايلاه خالص. خلاص كده دخله الفرن، يطلع من الفرن اسيبه يبرد. هتشوفوا بقى انتم، انا هتشوفوا النهاية قوي وهوريه لكم بعد ما اطلعه من الفرن. خلاص كده انا خلصته من الفرن، بسيبه يبرد خالص عشان هو لسه بيبقى طري. بفركه كده وعبيه بقى في برطمانات، بينفعك في شاي، في اكل، في اي حاجه. اهو بالطريقه دي انا سبت كام واحده كده خضر، بيبقى طعمه برده جميل قوي كده. بقى ايه، بيبقى حلو جدا لو عملتي اكل بالتوزيع نعناع زي المحشي لشاي. هو بينفع حتى لو الواحد معدته تعبانه، بتلاقيه في تلاجتك موجود عندك. بكده اكون خلصت النعناع، واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي، وكل سنة وانتم طيبين.